لم تتم ولا السلاح ولا المتهمين باختيار في حملهم. منتزقة الإرهاب الدولي الذين استخدمهم الأسد وعلى رأسهم إرهابيون حزب الله. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية، نبدأها بالعناوين مع سلمان سري الدين. مساء الخير إلى العناوين. مع بالقلب بنتي لولا انك في وقف قلبها، شو بدي اخذ من الدولة كلها. شهيد وجرحى وتضرر منازل جراء امطار كتائب الاسد عكار بالقذائف. قهوج يطلع الرئيس سليمان على الوضع الامني في البلاد ويغادر الى السعودية في زيارة عمل. انه لا يمكن الحديث عن التزام جدي حصل من قبل ممثلي الاسد. الجربة يؤكد التزام المعارضة بالعودة إلى جنيف 2 والإبراهيمي يأمل بنتائج أفضل مما حققته الجولة الأولى. أهلا بكم. القسم المشترك بين الائتلاف السوري والنظام الاتفاق على أن الجولة الأولى من جنيف 2 لم تحقق تقدما ملموسا، ورحلت الجولة الثانية إلى 10 من شباط المقبل. أما في بيروت فإن الرئيس المكلف تمام سلام لم يتبلغ من حزب الله ولا من النائب ميشيل عون أي رد بشأن تشكيل الحكومة بعدما أخرت خلافات قوى 8 آذار عملية التشكيل. وفي معلومات لتلفزيون مستقبل أن الرئيس سليمان ما زال مصرا على تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن في حال لم يتم إحراز أي تقدم، وعندها ستكون الحكومة حكومة سياسية بمن حضر. في هذا الوقت وفيما عادت الطائرة المجهولة الهوية لتحلق منذ أيام في أجواء المقر العام للقوات اللبنانية وبيت رئيسها سمير جعجع في معراب، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس السعيد وهو يتنقل في سيارة بيك أب للتمويه خوفا من التفجيرات. بتزامن أمطرت كتائب بشار الأسد عكار بقصف عنيف مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين بجروح. روزي، قصف الأسد على البلدات العكارية أدى أيضا إلى تضرر عدد كبير من المنازل، وقد اعتبر تيار المستقبل في عكار أن هيبة الدولة على المحك ما لم تهب لنجدة مواطنيها في عكار وما لم تضع حدا لاعتداءات النظام السوري على سيادتها وكرامة مواطنيها، بدل أن تستمر بسياسة دفن الرؤوس في الرمال. وقد لاحظ التيار أن القصف السوري على قرى عكار جاء في الوقت الذي كان سفير النظام السوري يجتمع مع وزير الخارجية عدنان منصور ليخرج بعد الاجتماع ليبرر الاعتداء ويحمل الدولة اللبنانية المسؤولية. عاشت القرى الحدودية في منطقة عكار يوما عصيبا بعد تعرضها لقصف من الجانب السوري استهدف بلدات مشتى حمود والبقيعة وحارة بني صخر في وادي خالد وقبور البيض ومشتى حسن وعيدمون والخالصة وشدرة. القصف العنيف بواسطة المدفعية طال المساكن الأهلة بالمواطنين وأدى إلى سقوط مواطن سوري يدعى هشام الأحمد في مشتى حمود وإصابة 4 أشخاص بجروح عرف منهم جميل عساف ومحمود رمضان ومحمد منصور، وتم نقلهم إلى مستشفى السلام في القبيات للمعالجة. المواطنون ناشدوا رئيس الجمهورية وقائد الجيش توجيه إنذار للجانب السوري بضرورة وقف الاعتداءات. محمود الله بشكره أنه بنتي ما صار شيء لأني وحيدي ما عندي غيرها، طلبتها من الله، دخيلك يا الله ساعدنا ولا يضربوا علينا. وين حماية الحدود؟ وين الجيش اللبناني؟ وين رئيس الجمهورية؟ وين رئيس مجلس الوزراء؟ هيك بغون عيون. نحن جماعة مسالمين، لا عنا سلفيين ولا عنا حركات ولا عنا ده ولا 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 أبدا. شعب مزارع ويحوي مؤسسة عسكرية. يا فخامة الرئيس، لكل الناس عطتك ثقة ولكل الناس بتحترمك، طيب لوين لأمتى حتى الموت يموت الشعب كله؟ نزلت أزيفي هون فجأة، عم بتصل بالعيلة ما حدا عم بيرد علي، عرفنا انه نزلت بالبيت، راح قسم من البيت من هوني وعائلتي ولادي كانوا هون فزعوا كتير. نحن كتير خايفين من هالوضع انه ينتهي. القصف ادى ايضا الى حركة نزوح كبيرة في المنطقة وانقطاع طريقين رئيسيين بين قبور البيض والعوينات بسبب استهدافهما بالرشاشات الثقيلة، وكذلك طريق مشتى حمود وادي خالد، في حين قام الجيش اللبناني بالانتشار الشامل على كل المعابر الحدودية. مطالبة تبعتنا الأساسية هي
أنه ينتشر الجيش اللبناني على كافة الحدود اللبنانية وخاصة قبالة يعني المنازل والقرى اللبنانية، من أجل يعني بعث رسالة بالقليلة لهالنظام المجرم بأنه هاي المنازل الأمنية هون ما في أي تحركات على الأقل بهالمناطق، ما نترك له مجال لأي عزار. ويعني اليوم صار من الضرورة أكثر من أي وقت سابق بأنه الجيش اللبناني، جيشنا الوطني، ينتشر على كافة الأراضي اللبنانية وعلى كافة الحدود لحفظ هذه القرى وحفظ الناس بقراهم، وإلا مثل ما شفت هلا حركة النزوح الهائل اللي يضطر الناس أنه تنزح من بيوتها وترحل أطفالها وكل ما يلزم. أهالي المناطق الحدودية في الشمال يتخوفون من استمرار هذه الاعتداءات التي تتوسع يوميا لتطال أكبر عدد ممكن من هذه القرى. وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب مراسلنا من عكار زياد منصور. زياد، مساء الخير، كيف هي أجواء عكار الميدانية في هذه الأثناء؟ أولا روزي، أود الإشارة إلى أن القصف السوري لا يزال مستمرا على منطقة عكار، ومنذ نصف ساعة تقريبا تعرضت يعني إخراج بلدات النورة والدبابية إلى مثل هذا القصف، ولا يزال الوضع متوترا. أود الإشارة إلى ما أدلت به مصادر عسكرية لتلفزيون المستقبل التي أكدت أن كل الشائعات التي تبث هنا وهناك حول احتمال أن تكون الليلة حامية الوطيس هي مجرد شائعات، رغم أنها أكدت أنه لابد من أخذ التدابير الاحترازية منعا لتكرار ما حصل صباحا. الأمر الثاني هو نفي المصادر العسكرية لتلفزيون المستقبل أيضا أن يكون الجيش قد اشتبك مع أي من المجموعات المسلحة، وأنه قام بانتشار واسع عند الحدود ومنعت تسلل المسلحين سواء إلى الداخل السوري أو من الداخل السوري إلى الأراضي اللبنانية. أود أيضا الإشارة إلى أن المناطق الحدودية بكاملها قد نزحت، بالإضافة إلى إخلاء عدد كبير من المدارس بما فيها مدارس منجز ورماح وبور البيض، بالإضافة إلى مشتى حسن وحمود وعدد كبير من مناطق وادي خالد. وكما أن القصف أدى إلى إصابة 13 منزلا، وهو القصف الأول والنوعي الجديد الذي تمارسه كتابة الأسد بهذه العدوانية الصلفة على مناطق عكار. الليلة يعتقد أنها قد تكون ليلة حامية في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة في محيط بلدتي الزارة والحصن بين الجيش الحر وكتائب الأسد، خاصة أن المواقع التي قصفت الأراضي اللبنانية هي مواقع الغيضة والمشرفي، والتي كانت قد استهدفت المناطق اللبنانية في أكثر من مرة. إذن روزي، هذه هي الصورة حتى الآن. نعم. في منطقة عكار. نعم روزي. زياد منصور حدثنا من عكار، شكرا جزيلا لك. نوه رئيس الجمهورية ميشيل سليمان بالجهود التي تقوم بها قيادة الجيش على صعيد اعتقال محرضين ومشتركين في تنفيذ تفجيرات إرهابية، مشددا على أن ما أدلوا به من اعترافات كان محط ارتياح شامل، لا سيما لما قامت به الأجهزة الأمنية والعسكرية على صعيد تعقب هؤلاء وتوقيفهم. واطلع رئيس الجمهورية من العماد جون قهوجي على الوضع الأمني في البلاد وخصوصا في مدينة طرابلس والتدابير المتخذة لضبط الوضع، وعلى التحضيرات التي أعدتها القيادة في موضوع الدعم الاستثنائي من المملكة العربية السعودية للجيش اللبناني. العماد جون قهوجي غادر بعد لقائه بعبدة إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل بناء على دعوة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين السعوديين ويرافق قائد الجيش وفد عسكري للبحث في ملف المساعدات العسكرية والهبة السعودية المقدمة للجيش اللبناني. وفي طرابلس دعا لقاء الوطني الإسلامي بعد اجتماع له في دارة النائب خالد الظاهر قيادة الجيش إلى الانتشار على الحدود لمنع التدخلات في الحرب السورية. عقد اجتماع موسع في دارة النائب خالد الظاهر في طرابلس حضره أعضاء لقاء الوطني الإسلامي، إضافة إلى وفد من بلدة عرسال وموكل الشيخ الموقوف عمر الأطرش المحامي طارق شنداب. وقد اعتبر المجتمعون أن الأمن والأمان هما من أوجب واجبات الدولة تجاه المواطن في ظل سيطرة حزب الله على الدولة، ورفضوا ما اسموه الاعتقال التعسفي وتلفيق التهم لتشويه صورة طائفة بكاملها. إن الطريق إلى المناصب والمراكز في الدولة لا يكون عن طريق إسالة الدماء وظلم الناس واستهداف العلماء والناشطين والأبرياء وتغطية الممارسات المنحازة، وليكن معلوما بأننا سوف نقوم بمقاضاة جميع المتورطين أمام الجهات المختصة حتى لو اضطر الأمر للجوء إلى المحاكم الدولية
ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ودعا المجتمعون قيادة الجيش إلى استدعاء الاحتياط والانتشار على الحدود اللبنانية لمنع التدخلات في الحرب السورية من كافة الأطراف حفاظا على السلم الأهلي. نعتبر أن استهداف العلماء السنة والناشطين في نصرة الشعب السوري الحر عبر تصفيتهم وتلفيق التهم لهم يصب في مشروع شيطنة طائفة بكاملها. وأعلن المجتمعون أنه في حال لم تتوقف هذه الممارسات فإن المجتمع اللبناني الحر سوف يتحرك على أكثر من صعيد. إلى صيدا، حيث دعا لقاء تشاوري الصيدوي الذي انعقد في مجدليون بدعوة من النائب بهية الحريري ومشاركة الرئيس فؤاد السنيورة، دعا إلى عدم التأخير في البت بملفات موقف عبرة لأن المماطلة تشرع الباب مجددا لمزيد من التطرف. تمنى اللقاء التشاوري الصيدوي التوصل إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لتفعيل عمل الإدارة العامة والاهتمام بشؤون المواطنين، ونوه المجتمعون بالجهود التي تبذلها القوى الأمنية من أجل الحفاظ على أمن المدينة واستقرارها. اللقاء الذي انعقد في اجتماعه الدوري في مجدليون بدعوة من النائب بهية الحريري ومشاركة الرئيس فؤاد السنيورة طالب بالاستمرار بتعزيز الإجراءات الأمنية المتخذة. نوه المجتمعون بالجهود التي تبذلها الجهات الأمنية والعسكرية والقضائية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة وجوارها، مما يساهم في إشاعة أجواء الطمأنينة والأمان في صفوف المواطنين. توقف اللقاء عند موضوع موقفي أحداث عبرة، فطالب بالتسريع بالبت بملفات الموقوفين لإخلاء سبيل من لا يثبت تورطه ومنع المحاكمة عنه ومحاكمة المتورطين، معتبرا أن التأخير في إنهاء هذه القضية يلقي بظلال سلبية على عائلاتهم ويشرع الباب من جديد للمزيد من التطرف. وأكد المجتمعون دعمهم لقضية النازحين السوريين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، مشددين على ضرورة أن ترفع الجهات الرسمية والدولية المعنية من مستوى وحجم مواكبتها ورعايتها لهم. عادت الطائرة المجهولة الهوية للتحليق في أجواء المقر العام لحزب القوات اللبنانية ومنزل رئيسها سمير جعجع في معراب. وأعلنت الدائرة الإعلامية في القوات أن الطائرة حلقت على علو منخفض بالإضافة إلى صوتها المعتاد، مشيرة إلى أن حرس الحماية شاهدها بأم العين بلونها الأبيض لتظهر أقرب ما تكون إلى طائرة من دون طيار. وعلى الأثر أخذت قيادة الجيش علما بهذا الأمر ووعدت بأنها سوف تتابع الموضوع عن كثب. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنسق الأمانة العامة لقوى 14 من أذار فارس السعيد وهو يتنقل في سيارة من نوع بيك أب، وذلك بهدف التمويه واتخاذ الخطوات الاحترازية في ظل التهديدات والاغتيالات التي طاولت قيادات من قوى 14 من آذر. عقدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة إدارية لها تم خلالها البحث في ضم ملف حسن مرعي إلى قضية عياش وآخرين، وستستمع المحكمة الأسبوع المقبل إلى دفعة جديدة من الشهود. الجلسة التي عقدت برئاسة قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين خصصت للنظر في سلامة الإجراءات المعتمدة من كلا فريقي الادعاء والدفاع في ضم قضية مرعي إلى قضية عياش وآخرين. بعد نقاش في بداية الجلسة بين الادعاء والدفاع، دعا فرانسين الطرفين إلى عدم الغوص في النقاش التقني والتواصل لإنجاز العمل في الملف. الدفاع أكد خلال الجلسة أن الادعاء أبلغه شفهيا باستلام ملف القضية اللبناني، ثم دار نقاش حول المهل الزمنية لتقديم الدفوع حول قرار الاتهام التي قرر فرانسين أن تكون في 14 من شباط المقبل. وخلال الجلسة دار نقاش حول غرفة المعاينة والمتضررين، حيث أكد رئيس وحدة المتضررين أنه بانتظار قرار الضم لتحديد وجود متضررين جدد. لا تزال قضية لولا يعقوب تتفاعل، وقد عقدت عائلة الضحية وجمعية كفا مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله الاستمرار في متابعة القضية وتقديم طلب استئناف للقرار الظني. خايف من العدالة، خايف من الحق ما يموت، خايف من الحق ما يموت،
وين الحق وين العدالة ما بعرف أنا. هي صرخة الوالدة ليلى المنكوبة بابنتها، كي لا تموت رولا يعقوب مرة ثانية وكي لا يبقى موتها لغزا لا يحل، عادت القضية مجددا إلى الواجهة بعد إخلاء سبيل الزوج كرم البازي وتقديم محامي الضحية طلب استئناف لدى قاضي التحقيق بسبب العيوب التي حملها القرار الظني والإجراءات الطبية التي لم تكن على المستوى العلمي المرتجى وأهمال إجراءات أخرى كان يجب اتخاذها في حينه. ولهذه الأسباب عقدت منظمة كفا وعائلة يعقوب مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله عن تشكيل لجنة دعم مساندة ومتابعة للملف تتألف من مجموعة من المحامين الذين حضروا المؤتمر وعلى رأسهم وكيل العائلة القانوني ريمو يعقوب، داعية الهيئة الاتهامية في الشمال أن تضع يدها على الملف والتوسع بالتحقيق وإعادة تصويب القرار الصادر عن القاضي ألا الخطيب. نحن سنبذل كل ما في وسعنا كي لا يقفل ملف رولا على ما خلص إليه القرار الظني، وبسبب عدم الأخذ بشهادات لها تأثيرها على مجريات الملف القضائي، ونحن نحمل قضاء الأحداث مسؤولية ما حدث من إهمال لبنات رولا بعد المأساة التي شهدنا عليها. مآخذ كثيرة على القرار والإجراءات التي اتخذت أبرزها التناقض الواضح حول أسباب الوفاة وتشريح الجثة جزئيا وإغفال ذكر الشهود. كان بهالإطار يتوجب على حضرة قاضي التحقيق أنه يأخذ قضاء القرار بالتوسع بالتحقيق لمعرفة السبب الحقيقي، لكن الاكتفاء بالقول بأن هناك بأن سبب الوفاة نزيف طبيعي ومرضي مخالف لتقريرين طبيين صادرين عن نقابة أطباء بيروت ونقابة أطباء الشمال. من هون نحن منستغرب موقف النيابة العامة اللي هي مفترض فيها أن تكون حامية حق الذي لا يوجد حامي له، من لقيها أنه هي ساهمت مساهمة مباشرة بتغطية الدلائل، ومن لقي كمان أنه قضاء الظن حط حاله محل قضاء الحكم. وقد دعت عائلة يعقوب إلى مشاركتها في الوقفة التضامنية مع قضية رولا يوم الأحد الساعة 11 قبل الظهر أمام دار بلدية حلبة. إلى ذلك أكد مجلس القضاء الأعلى أن ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن أشخاص حول قضية الراحل يعقوب هو صورة مشوهة عن القرار الذي صدر مؤخرا مجددا ثقته التامة بمناقبية القضاة. تابعونا في النشر بعد الفاصل. براميل النظام تستهدف ريفي دمشق وحلب والحر يسيطر على مواقع للشبيحة في القنيطرة. تظاهرات جماعة الإخوان المحظورة في القاهرة والإسكندرية تصطدم بالأمن. المسائية مستمرة وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. شهيد وجرحى وتضرر منازل جراء أمطار كتائب الأسد عكار بالقذائف. قهوجي يطلع رئيس سليمان على الوضع الأمني في البلاد ويغادر إلى السعودية في زيارة عمل. عودة الطائرة المجهولة الهوية للتحليق في أجواء المقر العام للقوات اللبنانية ومنزل رئيسها في معرب. اختتمت الجولة الأولى من المحادثات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف من دون تحقيق أي تقدم يذكر، وحدد الموفد العربي والأممي الأخضر الإبراهيمي موعد الجولة الثانية في العاشر من شباط، في وقت أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربة التزام المعارضة بالعودة إلى جنيف مرة ثانية رغم عدم التزام وفد النظام. أسدلت الستارة على الجولة الأولى من مفاوضات جنيف 2 الشاقة من دون تحقيق تقدم يذكر. رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية أحمد الجربة اعتبر في مؤتمر صحفي أن ما خاضته المعارضة في مؤتمر جنيف 2 هو معركة سياسية يحترف من خلالها النظام في هدر الوقت، لافتا إلى أن الأسد استورد الإرهاب واستعان بميليشيات طائفية لبنانية وعراقية. إنه لا يمكن الحديث عن التزام جدي حصل من قبل ممثلي الأسد، رغم أننا التزمنا بإنجاح مؤتمر جنيف 2. ما أردناه من هذه الجولة تعريته ونظامه أمام الرعاة والدعاة في جنيف 2 على اختلافهم، وقد حصل. نعم حصل ما أردنا، وهو ما لم يكن يتوقعه ذلك الأسير في قصر الشعب.
وزير خارجية النظام وليد المعلم رأى أن الائتلاف غير جاد في السعي لحل الأزمة السورية، محملا إياه مسؤولية تعثر مفاوضات جنيف 2. وحزب الله مجموعة شبان مقاومين يدافعون عن وطنهم وعن حزب الله بطريقة استباقية، ونحن شاهدنا ما تتعرض له الضاحية الجنوبية من أعمال إرهابية بسبب هؤلاء الموجودين من الإرهابيين السوريين. وكان الإبراهيمي في ختام الجولة أكد أن وفد المعارضة وافق على جدول أعمال الجولة المقبلة، فيما طلب وفد الحكومة استشارة دمشق أولا. وأعرب الإبراهيمي عن أمله بأن السير نحو الحل سيضع حدا لهذه التدخلات الأجنبية. كانت بداية صعبة، اليوم لم ننجز أي شيء يذكر، وأنا أعرف أن الآمال كانت مرتفعة وأدرك أن الكثيرين خاب أملهم، لكن الأمور تداعت كثيرا في سوريا ولا يمكن الخروج من الهوة بين ليلة وضحاها. ملفات إدخال المساعدات الإنسانية إلى حمص وإطلاق المعتقلين التي حاول الإبراهيمي من خلال طرحها في اليومين الأولين لمد جسور الثقة بين المتنازعين لم تجد طريقها إلى الحل، رغم تعهد الوفدين بتقديم كل التسهيلات. ومعها يصح القول إن طبخة الحل عبر جنيف تحتاج جولات كثيرة في مناخ متناقض للأفريقا وغياب تام للثقة. ميدانيا، قتل وجرح عشرات المدنيين في قصف متجدد من مروحيات قوات الأسد بالبراميل المتفجرة على مناطق سكنية في حلب شمال سوريا وريف دمشق. في المقابل سيطر مقاتلو المعارضة على بلدات في القنيطرة جنوبا وحواجز في حماة وسط البلاد. وككل يوم جمعة خرجت تظاهرات حاشدة في شتى المحافظات السورية حملت شعار فك الحصار لا إخراج المحاصرين. عقابا للمناطق التي تحررت من نظام آل الأسد، أمطرت الأحياء السكنية في حلب بالبراميل المتفجرة، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح غالبيتهم من النساء والأطفال. كما استهدف قصف أسدي مماثل حي الباب والمنطقة الصناعية في حي الشيخ نجار، أدى إلى قتل وجرح العشرات. ولم يكتفي النظام السوري بقتل أهالي ريف دمشق بالتجويع، إذ وجه مروحياته لتلقي البراميل المتفجرة على المناطق السكنية في المدن المحاصرة متسببا بقتل المدنيين، بينما دارت اشتباكات في أحياء عدة بالعاصمة دمشق. وفي ريف حما تعرضت بلدات كفر زيتا والبيدة والناصرية لقصف جوي ومدفعي وسط أنباء عن تقدم للجيش الحر. وسجل في درعا مقتل طفل في قصف على بلدة الغارية الغربية، كما تعرضت بلدتا صيدا وداعل وبعض أحياء درعا البلد لقصف مدفعي. أما في القنيطرة فسيطرت الجبهة الإسلامية والجيش الحر على بلدة سويسة وقرية زبوان وعلى سرية للمدفعية في قرية عين التينة، وبعد معارك عنيفة مع قوات النظام. الوضع الميداني لم يمنع السوريين من تلبية دعوة المعارضة للمشاركة في التظاهرات الأسبوعية التي حملت شعارا هذه الجمعة فك الحصار لا إخراج المحاصرين. انطلقت بعد ظهر اليوم تظاهرات منددة بما تسميه جماعة الأخوان المحظورة الانقلاب والقمع الأمني في عدد من محافظات مصر، وذلك بدعوة من التحالف الوطني لدعم الشرعية وسط إجراءات أمنية مشددة. وبعد صلاة الجمعة سارت تظاهرات بشعار أسبوع الصمود وفاء للشهداء، ردد فيها المحتجون هتافات تندد بالحكم العسكري وبقتل معارضي السلطة. على صعيد آخر، قتل ضابط برتبة ملازم في الجيش المصري بالرصاص في شمال سيناء إثر تعرض سيارته لإطلاق نار كثيف من عناصر وصفتها الشرطة بالمتشددة قرب منطقة المليز شمال سيناء. وللمزيد حول الأوضاع في مصر ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مراسل تلفزيون مستقبل شريف فؤاد. شريف، ماذا في أجواء التظاهرات والصدمات وماذا يعني في الشارع المصري تحديدا في القاهرة؟ سلمان، كدأب كل جمعة جماعة الإخوان تحاول أن تثبت للمصريين والعالم أنها ما زالت موجودة وحية.
ولها عناصر تنتشر في شوارع القاهرة والمحافظات، خرجت بعد التظاهرات المحدودة فقط في محافظتي القاهرة والجيزة. كانت على ما يبدو ستار لبعض الأعمال، حيث تم إلقاء عبوتين في أحد المحاور التي تربط القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، انفجرت دون أن يحدث أضرار. كان هناك أيضا هجوم على أحد الأكمنة في مدينة السادس من أكتوبر أيضا، ولكن الكمين الأمني تعامل بمنتهى القوة والحسم مع المهاجمين، ما أدى إلى مقتل شخص وتم إلقاء القبض على ثلاثة آخرين. المواجهات التي وقعت في بعض ضواحي القاهرة في منطقة عين شمس أدت إلى إصابة حسب وزارة الصحة 26 من دون وقوع يعني وفيات سلمان. هذه التظاهرات دائما ما تنتهي إما باشتباكات مع قوات الأمن بالطبع التي تسعى لإنهائها، أو مع الأهالي كما حدث في منطقة عين شمس باستخدام الذخيرة. هي محاولات على ما يبدو لإثبات الوجود، خاصة في ظل الإعداد والاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن يعني ما نرصده في الشارع أن جموع المصريين مصممون على استكمال خارطة الطريق ونبذ جماعة الإخوان، أو السماح لبعضهم ممن تتلوث يده بالدماء من الانضمام مرة أخرى إلى المسيرة الوطنية في مصر. نعم، شكرا لك شريف فؤاد، كنت معنا من القاهرة. تعقد لجنة رباعية دولية للوساطة في محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية اجتماعا غدا السبت في ميونخ لدعم الجهود الأمريكية الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وكشفت واشنطن أنها أعدت صياغة لاتفاق إطار يتضمن تعويض اللاجئين الفلسطينيين كما لليهود الذين تركوا منازلهم في الدول العربية، وكذلك في التحريض، وأن تكون المناهج التربوية الفلسطينية منادية للسلام، إلى جانب الاتفاق على الاعتراف المتبادل والأمن وتبادل الأراضي والحدود التي ستكون على أساس الرابع من حزيران عام 67 والقدس واللاجئين ونهاية المطالبات بين الطرفين. رئيس بلدية باريس في لبنان للاطلاع على التحضيرات لمتحف ذاكرة بيروت. وفي النشرة بعد الفاصل أيضا، في الرياضة إيران تلغي معسكرا تدريبيا استعدادا للمونديال بسبب أزمة مالية. أهلا بكم من جديد. في الشأن الحكومي، شكلت المساعي الجارية لتشكيل الحكومة محور لقاء رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مع النائبين أحمد فتفت وجان أوغاسابيا، كما التقى رئيس سليمان الوزير السابق عدنان القصر. اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الدولة في لبنان تسبح في اتجاه اللا دولة في كل المؤسسات. كلام بري جاء بعد استقبال وفد من الموظفين والعمال المياومين في إدارة حصر التبغ والتنباك الريجي. الدولة مع الأسف عم تسبح نحو اللا دولة. إذا واقع الآن عم نشوفه عم تحاول إن تشد الدولة دائما إنه أنا معك مطلقة فيها تماما، مثل الطفل اللي بشوف انه امه بخطر. رئيس بلدية باريس زار بيروت بدعوة من المجلس البلدي للمدينة قبل سنة من افتتاح متحف ذاكرة بيروت الذي اشرف عليه خبراء فرنسيون. بدعوة من رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت بلال حمد، زار رئيس بلدية باريس برتان دولانوي لبنان لتفقد مشروع متحف ذاكرة بيروت الذي يتم اعداده في منطقة السودكو في مبنى بركات. بلدية بيروت استعانت ببعض الخبراء الفرنسيين المفادين من بلدية باريس الذين أعطوا توجيهاتهم حول كيفية بناء المتاحف، وبحث الطرفان أفق التعاون المستقبلي بين المدينتين. حلمنا أنه عند وجود أي زعيم يزور لبنان ومدينة بيروت أول زيارة تكون له إلى هذا المكان، إلى متحف الذاكرة. إذن هذا المكان يجب أن يكون مركز نفخر به في مدينة بيروت، لذلك سنعمل جاهدين خلال هالسنة حتى نشتغل على المحتوى الثقافي والعلمي بالتعاون كمان مع بلدية باريس وخبراء مدينة باريس. وكان دولانوي زار صباحا القصر الجمهوري برفقة حمد والسفير الفرنسي في لبنان.
وقع إشكال بين ثلاثة مسلحين يقودون سيارة كيا سوداء اللون من الضاحية الجنوبية وأحد الشبان السوريين في بلدة كترمايا على خلفية خلافات شخصية ومالية، وتطور الأمر إلى عراك وتضارب بالأيدي وشهر سلاح في ساحة البلدة، ما استدعى تدخل عدد من شبان كترمايا الذين ألقوا القبض على مسلحين، فيما فر الثالث وقد سلم إلى مخفر شحيم. قامت سيدة الأعمال اللبنانية الإماراتية رباب النعيمي بتحقيق أمنية الطفل حسين ترموس من صور في مركز سان جود لسرطان الأطفال، حيث قدمت لذويه سيارة تؤمن تنقله من صور إلى المركز حيث يخضع للعلاج، كما تابعت حالته الصحية وركزت على أهمية العطاء ورسم البسمة على وجوه الأطفال. هيدي الرسالة بحب أوصلها من هون، أنه فعلا المركز معتمد علي وعليكم وعلى كل العالم اللي هي قادرة تعطي. فعلا أنا لما زرت المركز كيب كان رائع، الأطفال فعلا هون محتاجين لهالرعاية المعنوية والمادية. تشكر كتير ست رباب على العمل، وتشكر جو، تشكر المركز هون على أنه كيف عشان حققوا لي أمنيتي، وتشكرني كتير. وبقول لك لبنان يدعم هذا المركز لأنه في كتير أولاد بحاجة لهيك علاج. بنك لبنان والمهجر يوقع على إعلان المستثمرين للإدارة الحكيمة والنزاهة. تقرير باسل الخطيب. أقام بنك لبنان والمهجر بالتعاون مع شركة كابيتال كونسبت حفل توقيع إعلان المستثمرين للإدارة الحكيمة والنزاهة IGI في فندق فور سيزن بيروت، وهو المصرف الأول في لبنان الذي يوقع على هذا الاتفاق. حضر حفل التوقيع رئيس مجلس الإدارة ومدير عام بلوم بانك سعد أزهري ورئيس مجلس إدارة كابيتال كونسبت ياسر عكاوي إلى جانب شخصيات ومدراء ماليين ومصرفيين. ويلتزم بلوم بانك بتوقيعه على إعلان المستثمرين للإدارة الحكيمة والنزاهة أو IGI بتطبيق معايير صارمة في كافة استثماراته بغية الحد من المخاطر المالية وبهدف حماية حقوق مساهميه. أزهري قال إن عدم انخراط العاملين في المصرف من مدراء وموظفين في نشاطات خارجة عن إطار أعمالهم المصرفية شكل سببا رئيسيا مكن المصرف من التركيز على هذا الموضوع، متلافيا بذلك أي تضارب مصالح مع زبائنه. ويشكل إعلان المستثمرين للإدارة الحكيمة والنزاهة أو IGI منبرا يجمع المستثمرين والشركات التي تدرك أهمية تطبيق معايير الإدارة الحكيمة في المؤسسات لتقليص المخاطر المالية، ويمثل صوتا للمطالبة بحقوقها. سلمان، نصل الآن إلى نشرة الاقتصادية مع زميلة ريما نجار، على أن نكون بعدها مع الصفحة الرياضية والزميل صبحي قبلاوي. بونسوار. نبدأ مع أمازون اللي تراجعت أسهمها ما يقارب 10% بعد ساعة من التداول بسبب نتائج الربع الأخير من سنة 2013 يلي ما طابقت توقعات وول ستريت، مع العلم أنه أرباح الفصل الرابع كانت أكثر من ضعف أرقام السنة القبلها. السبب هو عدم موفاة توقعات السوق بفترة الأعياد. بالتفاصيل، الأرباح بلغت 51 سنت للسهم الواحد بأواخر 2013 مقارنة ب 21 سنت للسهم الواحد بأواخر 2012، ولكن كان من المتوقع من قبل المحللين بوصول ل 74 سنت للسهم الواحد. ومنبقى بأمريكا مع حصيلة الاجتماع الفيدرالي وقرار تقليص التحفيز النقدي اللي ما هو إلا برهان على النمو والانتعاش الاقتصادي. على هالأثر سجل الدولار أفضل أداء بشهر كانون الثاني من سنة 2010 مقارنة مع باقي العملات، مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.2% بكانون الأول بعد ارتفاع 0.5% شهر تشرين الثاني ويلي كان الأفضل بين الأشهر الخمسة الفاتت. أما الاقتصاد الأمريكي فنما بوتيرة 3.2% بالفصل الرابع. وإلى لبنان مع بنك عودة وبلوم بانك وبنك بي بلوس يلي أعلنوا عن صافي أرباح سنة 2013. سجل صافي أرباح بنك عودة 305 مليون دولار، انخفاض بمعدل 15.6%، والسبب بيعود لإطلاق فرع جديد بتركيا يلي بنفسه رفع الأصول الموحدة للمصرف بنسبة 15% وسجل 36.1 مليار دولار. أما صافي أرباح بلوم بانك ارتفعت 5% سنة 2013 وسجلت 353 مليون دولار رغم الأجواء الصعبة اللي كان له تأثير كبير على اقتصاد البلد. وأخيرا مع بنك بي بلوس اللي تراجعت أرباحه بنسبة 6% ل 157.1 مليون دولار. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكن نهار التنين.
مساء الخير. نبلش الرياضة من الأخبار المحلية، محل ما تصدر الصفة مؤقتا الدوري اللبناني للفوتبول بفوزه على المبرة 3-1 بافتتاح مباريات الأسبوع 13 من البطولة. وافتتح المبرة التسجيل عن طريق السوري خالد صالح من ركلة جزاء ببداية الشوط الثاني بدقيقة 52، ولكن رد الصفا كان سريع بهدف لأحمد جلول ليضيف من بعد حسن هزيمي الهدف الثاني قبل ما ينهي روني عزار مسلسل أهداف الصفا بتسجيله الهدف الثالث. ألغت إيران معسكر تدريبي كان مقرر خلال نيسان بجنوب أفريقيا استعدادا لمونديال البرازيل 2014 لأسباب مالية بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مدرب إيران البرتغالي كارلوس كيروش. كما لم يتمكن الاتحاد الإيراني من تلبية رغبات المدرب بخوض مباريات إعدادية ضد منافسين أقوياء بسبب الأزمة المالية، وقال المدرب البرتغالي لن أصبر كثيرا. وماليا كمان هالمرة بأوروبا رفض لاعبو ريسينغ سانتاندر خوض مباراة الإياب من دور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا على أرضهم بإطار صراع مع رئيس النادي أنخيل لافين بسبب عدم حصولهم على أجور من الأشهر السابقة. ونزل الفريقين لأرض الملعب بشكل طبيعي ولعبت ركلة البداية، وأبلغ قائد ريسينغ ماريو فرنانديز الحكم بعدم رغبتهم بخوض اللقاء فأوقف الأخير المباراة. وكمان بإسبانيا أعلن الاتحاد الإسباني عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الملك، حيث رح تقام مباريات الذهاب بخمس شباط ومباريات الإياب ب 11 و12 من نفس الشهر. وأوضح الاتحاد أنه ريال مدريد رح يواجه أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو بمباراة الذهاب، بينما بيواجه برشلونة ريال سوسيداد بنفس اليوم على ملعب الكامب نو. هون نوصل لختام الرياضة، شكرا لكم وعودة لعندي كروزي. شكرا لك صبحي. في دي ان اي بعد هذه النشرة مباشرة، كيف يترجم التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله في ملفي تشكيل الحكومة وانتخابات رئاسة الجمهورية مع الزميل نادي مقطيش. والآن تذكير بالعناوين. ما بنقلب بنتي لولا نتفي وقف قلبها، شو بدي اخذ من الدولة كلها؟ شهيد وجرحى وتضرر منازل جراء امطار كتائب الاسد عكار بالقذائف. قهوجي يطلع الرئيس سليمان على الوضع الامني في البلاد ويغادر الى السعوديه في زياره عمل. انه لا يمكن الحديث عن التزام جدي حصل من قبل ممثلي الاسد. الجربه يؤكد التزام المعارضه بالعوده الى جنيف 2 والابراهيمي يامل بنتائج افضل مما حققته الجوله الاولى. هذا كل شيء في النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء. لا القتل ولا السلاح ولا المتهمين باختيار في حدود المنتزه الإرهابي الدولي الذين استخدمهم الأسد وعلى رأسهم إرهابي.